السلام عليكم، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. اليوم بإذن الله سوف نقوم بغرس شجرة الليمون. يعني سوف نقوم بغرس شتلة جاهزة، ويمكننا زراعتها في أي وقت من السنة لأنها تكون جاهزة. كما ترون يعني في البداية لابد من حفر حفرة تكون كبيرة وواسعة. كلما كانت كبيرة كلما كان ذلك جيدا للجذور حتى تتمكن من النمو بطريقة يعني بطريقة سلسة جيدة. فقط ثم نغطيها بالتراب ونعمل لها حوض جيد ونسقيها. هذا كل ما في الأمر. كما قلنا يمكن زراعة الشتلات جميع الأشجار في أي وقت من السنة طالما أنها تكون يعني شتلة جاهزة وليست من البذرة أو العقلة، فلا مشكلة في زراعتها في أي وقت من السنة. ونطلب من الله تعالى أن يسخر الأمور. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.